مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس هذه الوحدة، والتي نهدف من خلالها إلى تحديد ما إذا كانت العينة ممثلة أم لا، ونقوم بإنشاء عينة عشوائية. في البداية لنستذكر ما تعلمناه خلال درسنا الماضي، وهو المجتمع والعينة. بداية، ما هو المجتمع؟ المجتمع هو المجموعة الكلية للدراسة، أما العينة فهي مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة. لنلاحظ في هذا الشكل أن المجتمع، وها هي العينة، هي مجموعة جزئية من هذا المجتمع. فعلى سبيل المثال، في دراسة لتحديد نسبة الطلبة المتفوقين بين طلبة مدارس الأندلس، حدد المجتمع والعينة. بداية، ما هو المجتمع هنا؟ ما هي المجموعة الكلية التي أخذت منها هذه وأجريت عليها هذه الدراسة؟ نعم، إنهم طلبة مدارس الأندلس. أما العينة فما هي العينة؟ العينة هي الطلبة المتفوقين في مدارس الأندلس. لنلاحظ أن الطلبة المتفوقين هي عبارة عن مجموعة جزئية من طلبة مدارس الأندلس. إذن المجتمع طلبة مدارس الأندلس، والعينة هي الطلبة المتفوقين في المدارس. الآن ننتقل في صفحة 123، لننتقل إلى المثال الثالث، وهو الهدف من هذا الدرس، وهو إنشاء عينة عشوائية وكيفية إنشاء عينة عشوائية. في هذا المثال، كيف تستطيع مريم إنشاء عينة عشوائية من مجتمع الناخبين في المدينة؟ بداية، يمكن لمريم اتباع الخطوات التالية لإنشاء العينة العشوائية. العينة العشوائية هي عينة مأخوذة بشكل عشوائي وغير محدد من مجتمع الدراسة. بداية، في الخطوة الأولى يجب أن تحدد مجتمع الدراسة الذي ستقوم عليه هذه الدراسة. وهنا يتكون مجتمع الدراسة من الناخبين المسجلين في هذه المدينة، نظرا لأن مريم ستقوم بدراسة هذا المجتمع، وهو مجتمع الناخبين في هذه المدينة. الخطوة الثانية هو اختيار حجم العينة. ما هو حجم العينة وعدد الناخبين الذي ستختاره مريم؟ لنقول أن مريم تنوي إجراء مسح على 100 ناخب مسجل. وهنا يجب الانتباه أن كلما كان حجم العينة أكبر، ازدادت ثقة مريم بأن نتائجها تمثل موقف المجتمع. يعني كلما ازداد حجم العينة المأخوذة من أي مجتمع، أصبح النتائج التي نحصل عليها نتائج أكثر دقة. الخطوة الثالثة، وهو إنشاء قائمة بجميع أفراد مجتمع الدراسة أو الحصول عليها، من باب التنظيم لهذه المعلومات. ومن خطوة تنظيمية أخرى أكثر دقة، وهي الخطوة الرابعة، تخصيص رقم لكل فرد في مجتمع الدراسة. خامسة، تكوين قائمة من أرقام عشوائية لاختيار أفراد العينة. لنأخذ هذا السؤال بحاول أن تحل. يتنافس فهد على منصب رئيس المجلس الطلابي ضد 2 من المرشحين. سيصوت جميع الطلبة في مدرسة فهد البالغ عددهم 750 طالب لاختيار رئيس المجلس الطلابي. كيف يستطيع فهد إنشاء عينة ممثلة لتساعده على تحديد ما إذا كان سيفوز في الانتخابات؟ الإجابة كما ذكرنا سابقا أن فهد يستطيع تخصيص رقم لكل طالب في المدرسة، واختيار أرقام عشوائية حتى يصل إلى الحجم العينة المرغوب
بها. إذن الجواب والإجابة في تخصيص رقم لكل طالب في المدرسة، ثم يختار من بين هذه الأرقام بشكل عشوائي. أخذ هذه التدريبات والتمارين في صفحة 126. السؤال العاشر: تريد إدارة سلسلة متاجر للأجهزة الكهربائية، مراجعة أداء 400 مساعد مبيعات متدرب لديها، كيف تستطيع الإدارة إنشاء عينة ممثلة للمتدربين؟ يا ترى كيف تستطيع الإدارة إنشاء عينة ممثلة لهؤلاء المتدربين؟ الإجابة: من خلال يستطيع المتجر اختيار متدربين عشوائيا من خلال تخصيص رقم لكل متدرب ثم اختيار أرقام عشوائية. لنأخذ سؤالا آخر: يوضح الجدول المجاور نتائج مسح أجري لاختيار شعار جديد لنادي المدرسة الرياضي. قال وليد إن العينة تتكون من جميع طلاب المدرسة وعددهم 237. لنلاحظ هذا الجدول الذي يبين فيه عدد الطلبة والشعار لكل مجموعة. الآن حدد خطأ وليد، ما هو الخطأ الذي ارتكبه وليد عندما قال إن العينة تتكون من جميع طلاب المدرسة وعددهم 237؟ بداية أنه حدد أن العينة هي 237 بدلا من المجتمع. هنا المجتمع هو 237 وليس العينة. الفرع الآخر ب: ما حجم العينة؟ مع توضيح الإجابة. هل تعرفون ما هو حجم العينة؟ نعم، حجم العينة هو 40. تم إجراء المسح على 40 طالب. الآن لنلاحظ هنا من خلال عملية جمع لهذه الأعداد 24 و6 30 و2 32 و8 ستعطينا 40. إذن عملية المسح أجريت على 40 طالب، فهي العينة المختارة من بين عدد طلبة المجتمع وهي 237. لنأخذ سؤالا آخر: برر منطقيا لتوقع نتيجة التصويت على موازنة البلدية، خصص رئيس البلدية أرقاما عشوائية واختار 125 ناخب مسجل، ثم اتصل بهؤلاء الناخبين وسألهم عن نيتهم في التصويت، هل العينة التي كونها مدير البلدية ممثلة لمجتمع الدراسة؟ وضح إجابتك. هل هذه العينة كافية لاختيار مجتمع الدراسة أم لا؟ هل العينة التي كونها مدير البلدية ممثلة لمجتمع الدراسة أم لا؟ الإجابة: نعم، إنها عينة عشوائية تضم العديد من الأفراد وتعكس مجتمع الناخبين المسجلين، فهو اختارهم بشكل عشوائي واختار عددا لا. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا سوية كيفية اختيار عينة عشوائية و إجراء دراسة عليها. نلقاكم على خير في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.